ايش حال؟ هيبة اخوك وينه؟ اشوفك ثلاث طلعات هالايام. يبا حمدان يقول لنا مشغول، يقول مشغول 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 وايد مشغول. يبا اي الله يشغله بالخير ان شاء الله. اخ بس يا يبا لو تدري شنو بيكم كم ما قلت هالحكي. صاير شيء؟ لا 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 يبا مو صاير شيء، بس انا اقول يعني خلينا نشتغل على الحديد الحين عشان بعدين انا اسنه اسوي شغل عدل. اي عدل. في حب المليحة تهوى القلوب وانا قلبي هوى الحديد. صح الله لسانك. صح الله بدونك يبا. عجبتك؟ اي عجبتني. ايش رايك تروح البيت ترتاح؟ ولا اقول لك روح القهوه اشرب لك شيء. لا يبا الله يهداك، والشغل؟ هذا الشغل حق من انا؟ تبي الصج؟ انا ما اقدر استغني عنك، لكن ما دام حمدان مرتاح انت بعد من حقك ترتاح، ما في حد احسن من حد. ايش اسوي؟ اذا انت مصر انا ما بقصر حلفك. يلا يبا انا رايح. حياك الله. فما لا يبا؟ ما لا. قطع الله بليسك. قلبي هو الحديد وكذب الحكي معاك. بصراحة فاجأتيني ان انت جاي من الصبح وما يسمو معاك. ليش مو عاجبك؟ لا لا حياك شي وقت. ايش فيك خف ترى تغشمر؟ اليوم ابوي وجابر رايحين رحلة صيد. يعني اقدر اشوفك؟ اي يمكن. بس احنا لازم نحاسب. ليش انت خايف علي؟ لا خايف على روحي. انا لازم امشي. يا بس انت توي جاي. مع السلامة. مع السلامة. الهمة الهمة يا شباب. شد شد. خليك معاهم إن شاء الله. مولاي جابر، أنا متأكد أن موقع الصيد هذه بيعجبك. موقع ثري، وإحنا بصراحة بحثنا عنه بدقة وعناية، والصيد فيه ممتاز. وبيني وبينك ما أخفي عليك أن أنا تأكدت وبحثت أن المكان بعيد عن المخاطر اللي ما تكون على الحسبان. أهم شيء مجهودك واضح يا جابر، أحسنت. بس كنا شوي الهواء تارس هني، أنا أخاف يعني طوفان يدور علينا ولا شيء يعفسنا. لا لا طال عمرك، فعلا الهواء هني غير ثابت، علشان كذي احنا بحثنا وتأكدنا ان افضل فترة للصيد هي من الشروق الى الضحى. ليكون الضحى العود؟ لا لا الضحى الصغير. اي اشوه طمنتني. ما شاء الله عليك يا جابر، كل مرة انبهر فيك وفي ذكائك اكثر واكثر. احسنت احسنت يا جابر. تاخذ لك جوله؟ بيني وبينك يا بلي غفوه. حياك تفضل. حياك. يمه 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 مينا بقول لك وين امي؟ امي راحت تودي الحنه. انا ابوكم تشوفكم في هالبيت ما حد يجلس في البيت، الكل هايت حتى الام اللي هي الام بعد هايته. انت ايش فيك الحين؟ وبعدين وين حمدان عنك؟ لسه وروحش ما تدرين، من لقى احبابه نس اخوانه. ما عليك يا شحان، خل انت الحين. بس انا مخليك مسوي له في شيء، خله حبال الفن اللي يسويه. الله. هالولد هو وين والحب وين؟ رحمة الله عليك يا يبا، رحمة الله عليك، ما حد يدري بحالي غيرك. رحمة الله عليك.
يحنك هيبو والله لا. جابر مولاي اهلا اهلا، ان شاء الله بس ارتحت في غفوتك. ابشرك، خذيت لي غفوه ما صارت ولا استوت، ارتحت دوم ان شاء الله. وحلمت حلم خير، اللهم اجعله خير ان شاء الله يا رب. خير ان احنا طالعين المقناص وصايدين خير، خير وفير. ما شاء الله ما شاء الله، ان شاء الله يتحقق الحلم ان شاء الله. مولاي ايش رايك الحين ناخذ جولتنا التفقديه؟ لا انا الحين يعان، ناكل وبعدين ناخذ الجوله. اللي تشوفه طال عمرك، بس اخاف يصير علينا ليه؟ مش عادي، وش فيها يعني؟ ما طلعنا اليوم الجوله، نطلع باكر. انت ايش عايلك؟ صح، اللي تشوفه طال عمرك. تجهز الاكل، تعال وقفني. بعد بتاخذ غفوه ثانيه؟ قصيره، اكثر من مساعيه. نوم العوافي ان شاء الله. جزاك الله خير.